صباح الخير. صباح النور. رايحة لشي محل؟ رح يجي عدنان ياخدني بعد شوي، رح نروح على المزرعة وبده يعرفني على إنعام خانة. نحن على الطريق يا أختي، جايبين معنا سمر. تمام، بعد شوي بنكون عندكم. خلاص ولا يهمك، الله معك. كتير تكركبت لما قلت لها عيلة كلها جاي لعندك، كان رح يغب على قلبها. مو أنا اللي بحكي بهي الطريقة، هاي طريقة مهند. مراد عم يتعلم كل عاداته السيئة. امبارح بالليل ما شفتي نهال لما اجت؟ لا، يمكن كنت عم بتمشى. ما بتعرفي انه سمر خانم كانت عنا كمان؟ بالله ما بعرف. نهال حبت تعمل لابوها مفاجأة، بس انصدمت بمفاجأة اكبر. شافته لعمي منفرد بسمر خانم بالجنينة. الحكي بيناتنا، نهال كتير بتغار من سمر، اكيد حسيتي بهذا الشيء. برأيي نهال بحاجة يكون جنبها حدا بهالأيام هي بالتحديد. امبارح لما شافته غب على قلبها، زعلت وراحت على غرفتها صارت تبكي. يا حرام يا عمي، راحي صاري راضية مثل الولاد الصغار. نهال عم تعيش تجربة صعبة كتير هلأ. الحق معها، عم تعيش تغيير كبير، بس بكرة بتتأقلم. طبعا بمساعدتك إلها،